احنا دلوقتي نروح للايف من داخل نادي الزمالك، ناخد من هناك زميلتنا دينا عبد السلام عشان نعرف منها الجديد داخل النادي. يا دينا اهلا بيكي ونهارك ابيض. برحب بيك يا انجي، برحب بمشاهدي ومتابعي قناه الزمالك في كل مكان من داخل نادي الزمالك وجوله صباحيه جديده وفقره نبض 100 عقبه. خليني طبعا في البدايه اقول لك يا انجي ان الفريق الاول لكره القدم في راحه سلبيه دلوقتي لمده 5 ايام، وبعد كده ان شاء الله نرجع نستعد للبطوله العربيه اللي مهمه جدا لجمهور نادي الزمالك في الفتره الحاليه. معانا كابتن عصام هلال مدرب قطاع الناشئين بنادي الزمالك فريق 2010، هنتكلم باستفاضه اكتر عن استعدادات الفريق في الفتره الجايه. برحب بيك يا كابتن في الاستوديو، بترحب بحضرتك. مرحب بك يا دينا، ومرحب بانجي، ومرحب بكل الزملكاويه. كابتن، عندنا راحه سلبيه هنرجع بعدها لاستعدادات مهمه جدا للبطوله العربيه، شايف مستر اوسوريو هيعرف يعد ازاي اللعيبه للبطوله الكبيره دي؟ بص يا دينا، هو الريكفرنج اللي احنا عاملينه دوت، الاستشفاء الخمس ايام اللي احنا خدناهم دي كانت اجازه مهمه جدا للعيبه. كان عندنا لعيبه ما ريحتش خالص بقى لها فتره كبيره، كان لازم نعمل الريكفرنج ده قبل البطوله العربيه عشان يبقى في استعداد كويس واللعيبه تكون عملت استشفاء كويسه. فان شاء الله باذن الله نعمل استعداد كويس للبطوله العربيه. طبعا يا كابتن شفت المجموعه بتاعتنا، هنبدا الاول بالاتحاد المنستيري التونسي، بعد كده عندنا الشباب السعودي وعندنا النصر السعودي، مباريات كلها مهمه. شايف المباريات دي هتكون عامله ازاي، وشايف مستر اوسوريو يقدر يتعامل مع كل مباراه ازاي؟ ديني والله البطوله قويه جدا، فرق قويه، يعني احنا هنلعب فرق قويه جدا. هنلعب اول ماتش هنلعب الاتحاد المنستيري التونسي، وبعد كده هنلعب الشباب السعودي، وبعد كده هنلعب النصر السعودي. فرق قويه جدا، طبعا محتاجه استعداد قوي، محتاجه اوجه رساله للعيبه نادي الزمالك ان احنا لازم تصالح جمهورك. دي البطوله الاخيره بالنسبه لنا، بالنسبه لجمهور الزمالك، يعني على قد ما تقدروا لازم على ترضوا الجمهور اللي يستاهل مننا كل خير. لازم ندوس على نفسنا شويه ان شاء الله باذن الله، ونعمل نتيجه كويسه في البطوله ان شاء الله، ونوصل على الاقل خالص حتى قبل النهائي. يعني فنان يا كابتن، شايف نقدر نعمل ايه او نبدا المباريات ازاي عشان نقدر يعني نحصد اكبر عدد ممكن ونتاهل من دور المجموعات؟ والله هو المفروض ان نظام البطوله، المفروض البطوله على مجموعتين، المفروض ان احنا بياخدوا اول وثاني واول وثاني. عندنا فرصه طبعا، نادي الزمالك نادي كبير، حتى نادي النصر نادي من الانديه العريقه في السعوديه، صرح ان هو المفروض المباراه الاولى والمباراه الثانيه اللي هو يلعبها مع الشباب ومع المينستيري ان هو هيلعب بالصف الثاني، وفي ماتش الزمالك هيلعب بالصف الاول، وده معناه ان هو طبعا عامل حساب نادي الزمالك، ونادي الزمالك نادي كبير، واي بطوله المفروض بيخشها بيبقى بيلعب على البطوله. فاتمنى ان شاء الله باذن الله اللعيبه تكون جاهزه للبطوله القويه دي جدا. اتمنى اللعيبه تفوق، اتمنى اللعيبه تصالح جمهورها. الفرقه البطل بتحاول ترجع بسرعه بعد ما بيبقى في انكسار. طبيعي جدا ان احنا في اي فرقه في العالم بيبقى في ضربات، بس الفرقه القويه البطوله اللي بترجع على طول. عايزين نتفق ان احنا برده في الاخر احنا مركز ثالث السنه دي في ظل الظروف اللي في نادي الزمالك فيها. نادي الزمالك بيعاني كتير جدا من عدم استقرار اداري، من مشاكل بتفتعل لنادي الزمالك، ومع ذلك احنا خدنا المركز الثالث. كان في ناس متوفر لها لبن على العصفور السنه اللي فاتت وكانوا مركز ثالث برده، ما حدش عمل اللي بيحصل في نادي الزمالك دوت. اتمنى ان كل زملكاوي، مش هكلم الناس اللي هي مش زملكاويه، انا هكلم الناس، هوجه رسالتي للناس الزملكاويه، اتمنى ان انتوا تقفوا في ظهر نادي الزمالك، تدعموا نادي الزمالك. نادي الزمالك بكيان نادي الزمالك، مش باسماء حد، نادي الزمالك لنادي الزمالك. اتمنى من كل قلبي كل زملكاوي يقف في ظهر نادي الزمالك الفتره اللي جايه، عشان كل حاجه بتعملها. انا اسف يعني، مع احترامي لحضرتك، احنا ما يبقاش احنا اكتر ناس بنضغط على نادي الزمالك. المشكله دي بتيجي في الاخر بتلاقي الضغط بيبقى من الزملكاويه، فغريب جدا يعني. فاتمنى ان احنا نقف في ظهر نادي الزمالك وندعم نادي الزمالك الفتره الجايه. عندنا يا كابتن مشكلتين، هي اهدار الفرص، وطبعا عندنا بعض الاخطاء الدفاعيه، شايف هنقدر نعالج الاخطاء دي زي الفتره دي؟ دينا احنا طبعا هنتكلم فنيا، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التنظيم الدفاعي. عندنا الراجل بيحاول على قد ما يقدر بيطبق الطريقه بتاعته اللي هو بيلعب باللا مركزيه. اللا مركزيه دي بتعمل لنا مشكله في الـ في الـ في, الـ في التنظيم الدفاعي، وانت بترتد من الهجوم للدفاع بيبقى في مشاكل عندنا دفاعيه. الطريقه دي محتاجه وقت ومحتاجه كواليتي. المهمه بقى الثانيه، محتاجه كواليتي في لعيبه معاك. انا كمدرب لازم اشتغل على قد الكواليتي اللي معايا. هو المدرب ده انا بقول لك والله العظيم، ودي مش اول مره اطلع، المدرب ده كويس جدا، بس محتاج هو يبقى فيه حتى يبقى حد بيكلمه من الجهاز
لا احنا الطريقه ديت ممكن نعملها لو عندنا الكواليتي اللي يساعدنا، ممكن نشتغل على قد الامكانيات اللي معانا دلوقتي في التوقيت اللي احنا فيه دوت، اشتغل بالادوات اللي معايا بالطريقه اللي تناسب الادوات ديت عشان اعرف انجح لحد ما ربنا يكرم ويبقى في فرصه ان انا ادعم وان انا اجيب ناس واجيب صفقات، ساعتها العب بالطريقه اللي انا اللي هتناسبني اللي هعرف انجح بيها برضو. بس مشكورة جدا يا كابتن. بشكرك يا دينا جدا، شكرا لينا. انجي، ده كان لقاءنا من داخل نادي الزمالك، كابتن عصام هلال مدرب بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، نشكره طبعا وبشكرك يا انجي وعودة ليكي في الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا دينا عبد السلام، والشكر موصول ايضا لكابتن عصام هلال.